قال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم إن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيرى النور كحد أقصى خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون سيخدم أهل الكويت وسيعمل على تنشيط القطاع الخاص. تصريحات العبيدي جاءت في كلمة على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الوطني لاقتصاديات الصحة، حيث أشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع استعدادات الوزارة للبدء بتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين للمرة الأولى، وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تطوير الخدمات الصحية لتلك الشريحة المهمة في المجتمع وتحقيق ما يستحقونه من خدمات. يتزامن هذا المؤتمر مع استعدادات وزارة الصحة للبدء بتطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين لأول مرة، بما نتطلع معه إلى تطور الخدمات الصحية لتلك الفئة السكانية الهامة وتحقيق ما يستحقونه من خدمات ذات جودة عالية، وبالتعاون مع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع الطموح من القطاع الصحي الأهلي وشركات التأمين الوطنية، والذي نتطلع إلى قيامهم بدورهم ومسؤولياتهم في مسيرة الرعاية الصحية.